تفكر إنه أنا حابة كتير نوصل لهون أنا وياك؟ فكر إنه أنا ما بحبك مثل ما بتحبني؟ لحالك يا قمر؟ بعد عني مالي رايقت لك. شو يا؟ شايفك اليوم بحارتنا. شو؟ تركك الدكتور القبضاي؟ شو دخلك؟ هذا شي ما بيخصك. فعلا ما بيخصني. بما انك رجعتي لهون معناتها في براسك شي موال جديد. طيب ماشي، نحن قاعدين هنيك، إذا بدك الحقيني. بدي خلقك لحالك. شو يعني بدك تصالحني؟ خلص إذا بدك ما تجي. إيه خلص هلا بجي. هذا هو جنس رجال، يعني إذا رخيتي لهم الحبل شوي ببلشوا يلعبوا على راحتهم. لازم الوحدة تشد على رقبتهم. لشو هالحكي هلأ؟ واضحة. أنا بعرف من أبوكي، كنت إذا غبت شي يوم عن البيت فورا توصلني أخباره، يعني راح مع فلانة لهون وراح سهر بشي قرنة. الله يرحمه كان معذبني كتير. لا تذكريني مشان الله. خلصنا أمي. اسمعي لقلك، أول شغلة لازم نعملها أنا وياكي إنه نعرف وين ساكنة هالبنت. شو هالحكي يا أمي؟ إذا عرفنا بيتها شو رح نستفيد؟ بدنا نراقبها مثل الجواسيس، شو عم تعمل؟ كيف تتصرف؟ وشو عملت له لجوزك لحتى مخربطت له عقله؟ خلص يا أمي، أنا من غير شي رح يطق عقلي، مشان الله بكفي، لا تزودي علي أحسن ما طق. هذا مو حكي. إذا عرفنا مين هالبنت، يعني وين بتروح وشو بتعمل، بسرعة رح تقدري ترجعي جوزك. في سحر اسمه دنب الحمار، بس بكير عليه. اسمعي، الزلمة ما بيترك عيلته إلا إذا في وحدة بحياته، وأكيد هالبنت عملت له سحر، أكيد. القصة مو مثل ما أنت متصورة. أنا هلأ لحتى بلشت أتذكر هالبنت. كريم بيعرفها من زمان. كان يحبها ويعشقها ولهلأ ما نسيها. انتي ما شفتي شلون لهلأ مخبي صورتها بكتابه؟ ايه شغلتك صعبة، الله يكون بعونك. أصعب شي قصص الحب القديمة. طيب انتي بتعرفي اسم هالبنت وكنيتها؟ زينب. مدري عايشة مدري شي مصيبة. يبعد لحمها ان شاء الله. يا زلمة رح تخلص القنينة ولهلأ ما سمعنا منك ولا كلمة. إذا ضليتك ساكت بتطق وبتموت. شو بدي أحكي؟ ما بتعرف قصص البيت والولاد؟ لا، شغلتك مو شغلة ولاد، لأنه آخر مرة شفتك بالخمارة كنت لساعتك طالب بالجامعة. متزعل أنت ومرتك؟ يعني هيك شي. وشو السبب؟ مشان صورة قديمة كنت نسيانة جوات كتاب من كتبي. وبعدين شو صار؟ شهيرة شافت الصورة وصارت المشكلة. يا زلمة حدا بيوقع حاله بهيك ورطة؟ انت شلون يعني بتنسى صورة قديمة بقلب كتابك؟ حاجة حاجة، يلا احكيلي ولا تخبي علي، واتركني من هالقصص.